الأمن الدبلوماسي السعودي هو قوة تابعة لوزارة الداخلية السعودية، مكلفة بحماية السفارات والقنصليات والشخصيات الدبلوماسية ووزارة الخارجية داخل المملكة، وحماية سفارات وقنصليات وممثليات خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة. كانت في السابق شعبة تتبع الأمن الجنائي وتسمى شعبة أمن السفارات بقيادة الرائد غانم السحيباني بالرياض. أما في مدينة جدة فكانت قيادة أمن القنصليات تابعة لشرطة محافظة جدة بقيادة المقدم بدر الشلهوب، وتم ضم هذه الشعبة إلى قوات الطوارئ الخاصة، مما جعل السحيباني يتركها ليلتحق بمكتب مدير الأمن العام. واستمرت شعبة أمن السفارات في الطوارئ حتى تم تغيير هيكلتها لتصبح إدارة أمن السفارات في الخارج. وفي سنة 2008 بعد مساعي وجهود حثيثة للعقيد بدر الشلهوب آنذاك كان برتبة عقيد، تمت الموافقة من وزير الداخلية على إعادة هيكلة وتنظيم هذه القوات لأهميتها، فأصبحت تحت مسمى جديد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بقيادة اللواء الدكتور غانم السحيباني. وضمت إدارة أمن السفارات بالخارج وأمن السفارات بالرياض والشرقية وأمن القنصليات بجدة وقوة الأمن الدبلوماسي بمنطقة المدينة المنورة. ويتولى قيادة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي حاليا العميد معمر بن عبد العزيز المعمر. ويتولى هذا القطاع حماية السفارات في الداخل الموجودة في مدينة الرياض والقنصليات الموجودة في جدة والمنطقة الشرقية ووزارة الخارجية وحماية الشخصيات بمنطقة المدينة المنورة وحماية سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وأيضا حماية الدبلوماسيين، وهو من أهم القطاعات ويعتبر جزءا من الأمن القومي السعودي لتمثيله للمملكة في الخارج بشكل دبلوماسي. أعلن مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني عن إنشاء وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، أكاديمية أمنية متخصصة للأمن الدبلوماسي باسم أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي ومقرها الرياض. وقال: هذه الأكاديمية استقبلت الدفعة الأولى للملتحقين بها الشهر الماضي، لافتا إلى أن سمو وزير الداخلية افتتح مؤخرا خلال زيارته مقر الأمن العام قيادة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، كما دشن أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي، وذلك لتأهيل الملتحقين بهذا السلك الأمني تأهيلا كاملا متوافقا مع متطلبات العمل. وتعتبر من أبرز الأكاديميات العسكرية في التدريب العلمي والعملي للأفراد في المنطقة على الرغم من حداثة تأسيسها.